يقول: كيف أتخلص من النظر إلى النساء؟ اسأل الله أن يخلصك وبادر بالزواج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ولو سيب، ولو تزوجت سيبا خير لك من أن تبقى في الشوارع تنظر إلى الغاديات الرائحات. نعم أمك ستندب بعض الشيء وستعدد عليك بعض الشيء، لكن صبرها. يعني إذا كان الشخص لا يجد، شاب مثلا متخرج من الجامعة، وبعد التخرج من الجامعة يبحث عن عمل، دخل الجيش وخرج من الجيش صفر اليدين، عمره 24 سنة ورصيده صفر المالي، وباقي يبحث عن عمل إذا وفق لعمل، وسيحتاج إلى عفش الزوجية وإلى الشقة وإلى الشبكة. موضوع طويل، موضوع طويل، وخاصة مع أهل الزوجة المتعنتين. ما أدري محمد الأطروش جاب نيش ولا ما جابش نيش، يأتون بشيء اسمه النيش، نيش لا فائدة فيه. يعني النيش هذا، تعرف النيش؟ معروف. أنا ذهبت أشتري طقم صحون حتى نغرف فيه لبعض الطلبة، فبيقول لي: أنت عايز طقم نيش أو طقم استعمال؟ قلت أنا: ما الفرق بين النيش والاستعمال؟ قال: النيش للزينة والاستعمال للاستعمال. قلت: أنا جاي من أجل الاستعمال، فظننت أن الاستعمال أغلى. بقول له: كم طقم الاستعمال؟ قال: ب 550 جنيه، وطقم النيش 3500 جنيه. الله، طب يعني آتي بطقم في النيش لا يستعمل، يعني ما الفائدة؟ قال لي: زينة. تبنون بكل ريع آية تعبسون. يعني أنا جبت طقم نيش ب 3500 جنيه، الشاب يجمع الثمن ده في كم يا إخوة؟ في كم زمن؟ الشاب الذي يوفر 500 جنيه شهريا في 7 شهور من أجل طقم ليست له فائدة، ويعطل نفسه عن الزواج بدون فائدة. والآخر يعني ممكن نستغنى عن النيش، قال: لا، ده فيه زجاج أيضا في النيش، طقم كوبايات. بكام طقم الكوبايات؟ لا، ده أكثر من طقم، بيجيبوه ب 300 جنيه، 5 أطقم يعني ب 1500 جنيه زجاج. ممكن أجيب زجاج أيضا 10 أطقم في 20 جنيه ب 200 جنيه وأخلص، أوفر كم؟ أوفر مبلغ. السفرة ممكن أكل على مفرش ب5 جنيه من شارع العباسي في المحل، وإذا وسع الله علي أشتري سفرة، أوفر غرفة السفرة. لكن الناس لا يرضون بذلك. أقول لك: يسر على نفسك، إذا لم تجد بكرا تزوج سيبا. إذا الزواج السيب أحسن أو إطلاق البصر أحسن؟ الرسول تزوج من أول ما تزوج؟ في واحدة عندك سيب جميلة، زوجها مات، عندها عفشها، تحتاج فقط شخصا ينفق عليها ويعفوها يحفظها بإذن الله، فتزوج يا أخي. الرسول تزوج خديجة تكبره على ما قال أهل السير ب15 عاما، وكانت متزوجة قبله بكم واحد؟ برجلين قبل رسول الله. فلا تعطل نفسك، أو تنتظر للثلاثين إلى أن تبلغ الثلاثين وبعدين تزوج. 5 سنوات بصرك للغاديات الرائحات. تعفف يا أخي وعف واحدة مسلمة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يستحب. سيدنا موسى قبل أن يعمل أجرا لمدة 8 سنوات من أجل ماذا؟ من أجل إعفاف نفسه عليه الصلاة والسلام.